أعلنت وزارة التربية تسليم 38 مدرسة لوزارتي الداخلية والعدل في 3 مناطق تعليمية بدءا من الساعة 2:30 من بعد ظهر اليوم، ضمن الاستعدادات لإجراء الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة المزمع إجراؤها بعد غد السبت. وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من تجهيز وإعداد المدارس التي تم تحديدها لتكون مقرات للجان الانتخابية وتزويدها بالأثاث المطلوب.